يا اخواني نبارتاجات اللايف، انا بدا ترخو ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني أخواتي، طبتم وطاب مساءكم بكل خير. أحبتي حياكم الله جميعا وبياكم، وطبتم وطاب منزلكم ومقامكم في منازلكم، كما عهدتكم دائما وأبدا في لقاء تواصل الأحبة بيننا وبينكم. يعني طيبة هذه الليالي المباركات وطيبة شهر شعبان، ونحن على بعد أيام معدودات من شهر رمضان، فحياكم الله جميعا أينما كنتم داخل وخارج الوطن، وبالخصوص إخواننا المغتربين في الديار الأوروبية. سيدي إن شاء الله تعالى أذيرين الصحة ذرهنا ييث مثنا ذي إسبانيا ذي بلجيكا ذي دول إسكندنافيا ذي السعودية، جميع المناطق تقوض نغدر رسائل نوم نقارك نيو كني وحفظ سيدة رب العالمين مني مهد جامية إثما سو إثما سيدي أتبارتج من لايف، لأنه مش تزريم غانغ اثنين عناوين رئيسية جدا. أولا نسيور حصاد كورونا نيغ كورونا ذي إقليم نظور ذي الدريوش، ويستنين نسيور خج موضوع مهم جدا، الموضوع مهم ويتعلق الامر زي الابناء النغ، متعلق الامر زي احنجان النغ، متعلق زي المدرسه، متعلق زي التعليم الخصوصي خصوصا، باش نسيور هاد مجموعه من الممثلين من التعليم الخصوصي. هذا شرح انت مسرش دا يعني من الواجب الاداء واجب الشهري يتجنسن يتمثن تعانا ذي الوقت ان شاء الله ديني الجديد. ولكن بارتاجت اللايف باش نبدا بحول الله تعالى. ذني الجديد الصبح وذني الجديد ويحري خميس تورخ الجديد الصبح ذني تنفرح ذني الجديد ويحري واني تيتيري ذي الانذار وذي جن ذي جن قارس نشين ذي جن الميساج ذيري يسوي ثماثن غمارة اكني ويحفظ ربي كل شيء ثوم. واخا بسم الله الرحمن الرحيم احبتي حياكم الله. اولا الحصيله من المغرب اني هو يسير تمازيخت انساس انساس دي الصوره المغربي وذ العدد 1763 حاله مؤكده ذيسن 203 الحالات قنفان 203 الحالات قنفان وذيس 126 من الحالات رحمهم الله توفان. ما رنقيش التقسيم على المستوى الجهات يغانغذي المملكة المغربية انتف بأنه الجهة طنجة تطوان الحسيمة 190 الحالات، انتف الجهة جات تمز واروت ذي الربع المملكة المغربية هي الجهة نسطات الدار البيضاء 521 حالة. من انتف عرباط ذسلا ذقنيطرة 225 حالة. من ينتف جهة النغ من الشرق 123 من الحالات 123 الحالات سنم أيثما سويثما بأنه النظى النغ الإقليم من النظى النغ إعزن ذي 123 الحالات يسجل ذيس 35 حالة مؤكدة ذيسن إشتن تمثلت للشفاء وشفت سيدة رب العالمين. الأمر متعلق زي حاجي عبد العزيز إيجا زي سروان نهارا يثما سويثما بخصوص تندين تن النظار
تندينت من النظر ولله الحمد انه التحليلات مره تغذور انتيد واخر تحليلات اديوظن غالمستشفى الحسني تغذيس 12 تحليله 12 تحليله فرنتيد سلبيه مره فندينت نغ اقليم النظر اللي جاي عروي اللي جا ازغنغان اللي جا بلينس اللي جا بوعاق اللي جا قريه اركمان الى مار الاقليم النغ ولله الحمد تما الرقم استقر غا العدد اذا مني العدد 35 زي سنيج الحاله تشافت والمرض فيروس كورونا اقف محاصر جاء 6 من العائلات فقط 6 من العائلات لانه انقرص نيه ثمثنا قيم دثوذري النوم باش ان شاء الله تعالى يتم محاصره جميع المرضى وبالتالي ان نتفادى جميع الاختلاطات وجميع تنقل من المرضى ونتا خصوص ثندينت النظر كذلك اذ نظني غوم بانه ولله الحمد الحاله مستقره وذني ولذيج الحاله ثم تستدعي الخطوره ياك اذ نظم الحمد لله العائله ومضبيب يعني الحاله نسن مستقره وكذلك الدواء اسم تقن يعني نهار اكل يضبيب النغ نيناش الاستجابة نسن ولله الحمد تصبحانت ما مشيني ليني مرة اقيم دي الحالة جيدة ان لم اقول ان شاء الله سيتمثلون للشفاء قريبا واخا ذيني اجن الحالة اي ثمينو اعزن اجن الحالة وها مش نسن المرض كورونا غاس انقرس الشين السبب النس هو الضعف المناعة الكرية البيضاء وتقنت بالدور نصنت غشان يوذان ويني نخفيت الثارة يني غاتجر الأمراض المزمنة زقيو ذانا زيسن المصاب النغ إيجا زقزايو إيغاتجا مرض القصور الكلوي ونتا سيدة أثي حفظ سيدة ربي أثي شفى سيدة ربي العالمين ونتا نهارا سنتقلنت نيغ كسينت مسكين كسينت غوجدا كسينت غا سي اش او غوجدا غا المستشفى الجامعي باش الزيس قوم ديني وكنيو تسنم بانه المستشفى الجامعي تجهيزات نس جديد انتاج جديد لان يتصل الموارد البشريه لان يتصل المعدات الطبيه ممكن ادعاون ممش عاون وتشماثنا فيرميراني ايتوغا غاجا الديسث ولله الحمد ثورو نهارا انتقل سي المصاب النغ إجاز قزايو يروح غا المستشفى الجامعي ذي وجدا ثمانية إجا ذي تندين تنغ ذي الإقليم من النظار ونهارا توخرق نعم سيدي 50 تحليلة إذا نهار المستشفى الحسنية ذي تندين من النظار ومن مسؤول من داخل المستشفى يقابي أنه ذي النغ 50 تحليلة يروح عند جديد قد رجان أدورنت الحالة نسان ثمانية ذي الإقليم من النظار بالإجمال ونتمنى إن شاء الله في أقرب الأوقات مرة أذقنفان يثمى سويثمى ماذا نقزغ النقطة السلبية النقطة السلبية هو إقليم الدريوش مش تسنم ذي النظار إقليم النظار إقليم الدريوش ولكن غاسنيش نسبيطار مازال في انتظار انه غيعزم المستشفى الاقليمي الدريوش مازال عاد تسند غا المستشفى الحسني ذي هندين تم النظر ومالن كان جيجل ستاتيستيك نغن جيجل الاحصاء انتفى يثمى بانه كتازي مليون نسمة تسند غا سبيطار المستشفى الحسني وتخيل ما كيدير ما يميش المعرض نتقوذ ما يميش المعرض نتشوم الخطاب يجن الترهيب ما يمي لانه سنم بانه الحاله مرض كثر ويزما بطاقه الاستيعابيه المستشفى الحسني راهن تكسير اقليم الدريوش ما اول مره توماش وجي من غنيني يا صاحبي نحر السوار ونزما
ولكن اومينيغ اول مره اثنين الحالات توسجلنت للدريوش، اول مره اثنين الحالات ايجابيه توسجلنت للدريوش. الدريوش مش توسع، ما مش تصابني ودانا، ما مش تنيلق في المرضى، ني غير ينتقل غاسن المرضى، مش غاسني يروح منايا يوظيفنا الدريوش. ذواني تجد الاشكال يخص تما غنسيورك ويا ويا نصارح ايا ويا غنستفهمي ايا ويا باش تما غنوعى شويه الخطوره تنقل المرضى. سما مي غايث ما ينتقل او متسردغ القصه يا بمعنى الكلمه. منايا توسجل اثنين الحالات توسجلنت لقاسيتا، صمت ثاني اثنين توسجلنت لقاسيتا ياك، وقيت ثاني تاذي الحجر الصحي ذي هندينة النظر ذي المستشفى الحسني، ولكن تابعين اقليم الدريوش. وتغاد السبب منايا السبب الناس ديش تمغاف فمغاثة اقتر خوذي الحجر الصحي ذي الحسيمه القمزوان ثم غاثا ثوز دي بلجيك رميت توسا زي بلجيك ثوز دغو عاروي ثوز دغا فاميليانس غو عاروي فاميليانسا غاس العلاقه القرابه اك سيدني كزايو وسيدني كعاوي جيناس تحليل الناس وفينتث إيجابية ونتث تغث خالتيف روح اللجنة اليقظة ثروح السلطات ثناس أتانسيو قيم ذي ثد دهنم قاقام دناس مري بنت خمتشال الأعراض قاقام دناس اشن دنكسية ولكن سيدايا شفاها الله وعفاها رخو وجمين غنيني إنش وقع الفأس في الرأس يوضى وسيرني ذما ثم غاثا وفكاشا ذي صحتني وذن نغني ثروح نعامة سيدي ثكسير نجم الطنوبين نرفوضا ثتفق كفو الطنوبين نرفوضا اكسيتي ويتغى فاميليا نسغى قاسيتا ثقيم ذي نذي قاسيتا شانترت ايام ما يعرف ايامك فاميليا نس خالتيثن خالتيفن رميت نتخالط ثارد الخبار بأنه السلطات قثاع الزخاس لأنه انتث حالة مختلطة وزايدون أنه دخالتي الجن مصاب كورونا رميت تعرض الخبار منايا سيدة ماشي تقيم سيدة ذويا تروح غبني بوعياش غشف فاميليا نصنغني تروح غشاف مليان نص النغنية إذا نميل إني تروح إينا ظهات خسن ظهات خسن تث الأعراض كورونا ذي بني بوعياش وكسين تث غا إمزوان غا المستشفى إمزوان ويتأكد بأنه مصاب فيروس كورونا رمي روحن إوين دل مخالطين صديقة سيتا يتأكد بأنه ذي اثنين زقوذا نايف خالط في انتظار دسني النغنية خالتيفن وهرشن اقوم من يزديكا من يزديكا المرض ان كورونا ذي الدريوش اقوم من يزديكا وغن حاسب رخو اني ما يرخو الله يحميكم الوالدين اخميني السوارغ سفقع قوة جيبو السوارغ دامني قام دابيا نشد سخصي التليفونة وتغسي الغراك يجن ودتي الشغل معلومة ورا يجن اللي فينا يكفينا نفسيا نغمو نهارا ولكن نزو نعيش بسلم نعيش بسلام نكش الدرس مش قان رب دايري في ينتش الدرس نخسن قيم رب دانتش الدرس وخا الشيرة نتغانق سيفاسن وخا قانا نغكنيو وخا نعتنا نغسل الألقاب ماشي ديني ولكن نسبيا ناسن بأنه ذي التضامن شنا قان غنمون ذي الأوقات يقصحن يري فينا قين مونن ذي الأزمات يري فينا قين تكموش ذي فين جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
أموين النميري في ينثار وعد كريم الخطابي محمد الشريف محمد أمزيان أموين النوم سيوذاني الجليري فين إجا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وجيبو الجنة ذي ضار ونغني حشومة منايا حشومة وغن عاتب ذانيتا من عاتب الجن يخدم نرفوضة إكسي بنادم تراباندو لمجرد أنه شوية التمنياف من عاتب إشتن وثقيبو الدور النص أتقيم ذي ذات دا ذات تحسغ السلطات ذي العيب وعار ذي العيب وعار الصراحة ذي العيب وعار وذي وشابو ذا رمزا بأنه إني ربما خلطني النغنية ربما غاشة فاميليا أني خلطت ذي بني بوعياش وربما ذمانية لغدار رمزي إثمه نغذي الحسيمة سو إني نسواركي ومعافكم أقيم دي ذو ذري ننوم وإني وغاجبو الضرورة ويتفخشا عما سليري أغروم إنق أغروم التفذماني ما ذو ذا واريخ صغذي نيغ بالنسبة للقصة يا انتنين الحالة ذا ذي ذي مش لسقان دي القليم الدريوش وقين تغان غذاني تذي المستشفى الحسنية وتخيل ما كيدي غي يثبه فكات شويت فكات شويت ايه دريوش فكات شويت بأنه نيغهم مليون نسمة تخيل ما كيدين الشين غان غذاني تا 200 قامات أن قاسدين الشين 200 قامات مجهزة قمرك فامانا يا وذا الزمة هذا هم تيميغ بمعنى الكلمة وذا الزمة وذا الزمان والقيم ذا نتاج جن والسين غماني غنو ذا مثل مرة وانت متبون مرة ورغم ذلك قاغمرا ننقص الحمد لله الدواء موجود إذ بيبنا النقط قن المجهود السلطات رجال الأمن تقن المجهود نسن السلطات تقن المجهود نسن كلشي تقن المجهود نشين كإعلاميون سقط ثبرت والسيدي مغتيري ثبرت التافورة ونتيري العقورة تتيري لي سبحانا والرسالة يا ماشي تي شختي ديا يتما تنغوى هذا وذارة تكشغ حتى إني غا الخارج راه إني غير الخارج قاسن قيم دي ثودري النوم قيم دي ثودري النوم لأنه من نزرة إقسام غزاي سوور دي أندرلاخت دي بلجيكا من نزرة دي بلجيكي وشاران غور خاس لأنه ذي يتمثنغ ذي ريفي ينغ ذي مغربي ينغ ونخصبو غا تصدم اك البوليس ونخصبو نخصاص زي مورا ذي الجن نوزو مرة طاقحم شهان 8 ان شاء الله تيري يتضاب بيافع البلاء الطاقحم مرة كيو منفاح مرة نيري مرة نعيش مرة بسلم وسلام الدنيا يقنوس مرة ونتما بكل موضوعية وبكل صراحة ذمان ايام اذا سيثما سيثما ذي الحصاد يجن الكورونا او ناس اكيوم كي برنامج القهوه تبع عشان تنفع مرتي لي الحما سطب سميجه طيب رخويا يثما سو يثما غادي ننتقل غير الموضوع يجا مهم سوا الطاس تقالي خكني مره والموضوع عايت هما اي تدات تدات وهو اثنين الحوايج درب دان السوار خسن والسيتي مغل المملكه المغربيه مرا غاس اثنين لانه اخميني نوزن الدوله خمين وزن ليطا ذي التيرسان النس نير ذي الصنف النس نوزنيت ذي الصحة نوزنيت ذي التعليم نوزنيت القلبيبن السبيطارات نوزنيت ذي المدارس مراغان اثنين ذي المغرب النغ وعذرنت اذيري مليح اذنتقل غشيق جشيق التعليمي باش التوصل التصنية مثنغ سقاذني ذا التصل المساجات ذيني من دوم غيني ذيني المؤسسات سيور نخسن خوات سيور خسيرس المواطنين قناش بأنه ثان المدارس الخصوصية مصاصي الدماء تكسني ذمن قناش بأنه المدارس الخصوصية استغلن الفطرية أمني هني غم المسحات المسحات الطبية وه كوانت خو بوفري والسنن بانه بوفري نهارا ويخدم وين الدم ويرهم غارك جي يرهم غارك كوزينه التصنيه في مثلا التصل داكينا قناش بانه قنا نغ تخدصم شها نابعه
أتخدسم شهر بعاي كمر ذني تار طائغ بأنه دراغيف إيايث مثنى يخدم من دي القطعة التعليم الخصوصي باش أكيس نتواصلغ وباش أناس نحسغ من غيينين تسمى ذي المشكلة يا ذني تار غضاس مغ التليفون باش أكيد يدي توصل السي عبد المجيد سيد مدير المؤسسة الأفاق ذي أبني نصار. تمني خصي عبد المجيد مرق كاين غدي اللايف هذه كاين غدي انا غدي راغا غدي راغا تسمى غانغ مجموعة من الأسئلة نيت مثنى غتسويت مثنى غا خاص ندي جواب ونشينا نحاول مراشين نجل غاشان السؤال هذي دي السك هذي دي السك باش هذا سنطرح إيو مثنى غا زاري زاري إيوا التاني تا وجزاكم الله خيرا ولد كني وكني وحفظ ربي سي عبد المجيد بشايش تمينوت باش تاكتيفي غوينات واه شاد عاود ليك رجع رخو غنتواصلك سي عبد المجيد المدير المؤسسة الآفاق ذي بني نصار هاكي نسيور شوية تخ تواصل داكي نخ السيد رخو اجين تف سي عبد المجيد المدرسة الخصوصية ما كيقراش فيها ولاد الفقراء اوكي تحية خويا مراد ما يميوت جيم تحليل يكون غنضة عافاكم نمخو الموضوع النغ الموضوع التعليم الخصوصي واني غاد جشان السؤال خطاوة النص نيغ تما اكين غيري يجي المشرف خم مدرسة الافاق السلام عليكم السلام ورحمة الله تحياتي السي عبد المجيد مدير مؤسسة آفاق ببني نصار أولا كنرحبوا بك على البوابة الإلكترونية ديالنا عارفينو السي عبد المجيد شنو هي أول كلمة لجميع الإخوان المشاهدين اللي كيشاهدوا أولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين عافاك سي عبد المجيد نقص من اللايف عافاك نقص من اللايف وتبعني في التليفون وصافي مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين بداية نطلب من الله سبحانه وتعالى أولا يرفع عنا هذا البلاء في هذا الوقت بطبيعة الحال العصيب وثانيا نشكروا السي الموقع ديال عارفينو على هذه الاستضافة أولا وبالطبع شخص السي مراد هربال ومراد والطاقم اللي معاه اللي كيسلطوا الضوء على هذه المواضيع الحساسة الظرفية وبالطبع يعني الصحة والتعليم صحيح كما قال الإعلامي ديالنا الشاب هما العنصر الأساسي للحياة النقطة اللي ذكرها في مراد في الأول بعدها كنقول له يعني تحية خالصة لأنه يحاول من انطلاق الموقع الإعلامي ديالو أنه يساهم في التحديث هذه الظروف هذه باش
المواطنين يبقاو في الدار، يتعلموا في الدار، ونحاول ما امكن نوقفوا الجانب الى جانب بقيه المؤسسات الاخرى والسلطات، باش ان شاء الله نتجاوز هذه المحنه. خويا عبد المجيد، خسائر باقل الاضرار. خويا عبد المجيد، كنهضروا على التعليم. اولا واكبنا احنا كاعلاميين في موقع عرفينو، واكبنا عمليه تسجيل الدروس في المديريه الاقليميه لوزاره التربيه والتكوين بمدينه الناظور بخصوص الشق المتعلق بالتعليم العمومي. بغيت دابا نحطوا الناس في الصوره، يعني التعليم عن بعد، شنو درتوا انتوما وش كيفاش نسقتوا بين المدارس الخصوصيه، واش كاين شي تنسيق، وكيفاش كتشتغلوا مع التلاميذ ديالكم في التعليم عن بعد؟ صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا المستجد المرتبط بهذه الظروف اكيد انه هي الامر ليس بالهين، بحيث انه حاولنا ما امكن نكيفوا الوضع الجديد اللي هو التعليم عن بعد، الذي لم تكن يعني لنا سابق تجربة ولا كذلك يعني احترافية ومهنية في هذا المجال. لكن مع ذلك الحمد لله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وبوجود ناس في المجتمع اللي هم رجال التعليم، الخبرة التجربة ديال الجميع، التعاون ديال الجميع. صحيح حتى القطاع العمومي هناك تنسيق بين القطاع الخصوصي والقطاع العمومي، رغم ان الخصوصي تحت اشراف وزاره التربيه الوطنيه. في ظل هذا المجهود الجماعي مؤسستنا كذلك انخرطت في هذه العمليه، والحمد لله اليوم ما نقولوش باننا وصلنا ل 100%، ولكن حاولنا نغطيو اكثر من 80 85% في الاسلاك التعليميه الثلاث في المؤسسه، بين الابتدائي بين الاولي والابتدائي والاعدادي. حاولنا ما يمكن خلال الاسبوع الاول والثاني تقييم هذه التجربه مباشره بين الاساتذه وكذلك بين الاباء والاولياء والتلاميذ، عن طريق هذه العمليه ديال استعمال ديال الموارد الرقميه في التحصيل الدراسي. ما زلنا نطمح اننا نوصلوا يعني فعلا احترافيه كبيره، بحيث انه سي عبد المجيد، يستفدوا بشكل سي عبد المجيد، ولكن الحمد لله كنقول على الاقل اليوم في اطار التواصل مع الاسر استطعنا اننا نغطيو هذه العمليه بمختلف الوسائل. يواصلون اليوم يواصل التلاميذ الدروس ديالهم بشكل عادي، على مستوى المعرفي، على مستوى العلمي، على مستوى مجموعه ديال الانشطه اللي ابتكرناها واللي حاولوا يبتكروها كذلك الاساتذه، حتى نساهموا في شيئين اثنين. الاول انه نساهموا مع الاسر باش نقدروا نخليو التلاميذ ناشطين في الاقصى في البيوت ديالهم، واحد. ثانيا فعلا باش يواكبوا العمليه ديال التعلم والتحصيل والتذكير على الاقل باهم الانشطه اللي كنا كنديروها بطبيعه الحال في الاقسام، حتى انهم ملي غدوز من يدوز هذه الفتره ما يكونش واحد الشرخ بين هذه. اولا كنعتبروها الرساله الاولى ديال الاساتذه في المؤسسه، لان احنا كاساتذه وكاداره تربويه الى غير ذلك قلنا بان المساهمه ديالنا الاولى قبل ان نفكر في اي شيء، علينا ان نكون سباقين في المجتمع، اننا نقدموا الرساله ديالنا للمجتمع. ما يمكنش المجتمع كل يوم كيتضامن، وما يكونش كل شيء كيقدم الاموال شيء كيقدم لنا نفس الاطباء والسلطه، وحنا غنبقاو نقولوا باننا في مؤسسه خاصه او في مؤسسه غير ذلك ننتظر الحلول، او نقول بان ينبغي ان نكون السباقين الميدان، لاننا نحاول ما يمكن حتى حنا نكونوا في المستوى ونقدموا ما يمكن تقديمه سي عبد المجيد لهذا الاطفال سي عبد المجيد في تواصل معهم. اليوم توصلنا كذلك فعلا من المديريه الاقليميه بمختلف مطبوع نثبتوا من خلاله شنو هما العدد ديال التلاميذ اللي كيستافدوا، طبيعه الانشطه اللي فعلا استافدوا منها بشكل دراسه فعليه، حتى نضمن الاستمراريه البيداغوجيه للعمليه ديال التدريب في المؤسسه. بالطبع ما يمكنليش نهضر سي عبد المجيد، اسمح لي ديال التعليم كله. سي عبد المجيد نعم تفضل. اسمح لي عافاك، عندي واحد السؤال وكيطرحوه الاخوان، ونتمنى انكم تبارتاجيو، لانه هذا الموضوع راه بقدر ما الصحه مهمه
بقدر ما كورونا مهمه راه التعليم هو الاساس، راه التعليم هو اللي غيخلينا اننا نتجنبوا كورونا ونتجنبوا جميع الفيروسات. راه الا ما ربيناش ما الا ما كانش التربيه ديال الاخوان والتلاميذ يعني في مختلف الاسلاك التعليميه، راه لهاد الطامه الكبرى اللي عايشينها راه من خلال يعني البيع ديال البرامج اللي غير مفيده للشعب المغربي. راه التعليم كنهضروا عليه لانه مهم وبارطاجي، والله يرحم الوالدين. انا غنسول دابا، وصلنا تقريبا شي 25 يوم ديال الحجر الصحي ياك، الحجر المنزلي، وانتم كتواصلوا معهم عن بعد بكل صراحه وبكل شفافيه. راه سمعنا شي اودياوات وسمعنا شي شنو غنقول لك يعني كوارث ديال التلاميذ. واش كاين شي تحصيل بالفعل في التعليم عن بعد، ولا كاين غير البيع ديال الوهم عبر القنوات المغربيه؟ كان صحيح الكلام ديالك، يعني كلام منطقي، كلام معقول، كلام موضوعي. بطبيعه الحال انا عممت الكلام وقلت بان الكل يستفيد، ساكون يعني اقول كلام ليس منطقيا وليس معقولا. المساله الثانيه، هل فعلا جميع الاسر تتوفر الموارد الرقميه؟ هل تتوفر الهواتف؟ هل تتوفر الحواسيب؟ هل لديها تغطيه لشبكه الانترنت اللي من خلالها نقول فعلا بان الكل يستفيد على قدم وساق وبنفس الوتيره؟ وهل الاسر هي متساويه في العمليه ديال التعلميه، بحيث ان الام والاب لهم القدره على انهم يواكبوا الابناء ديالهم مختلف الاسلاك التعليميه؟ غنكون كنجاز في الامور، لكن الامر كيبقى كل الاشياء نسبيه. حنا نقول الامر الاول هو ان نحن ما الذي فعلناه؟ واش هل فعلا نريد ان نسوق الوهم للاسر من اجل نضمنوا الاداء ديالهم اللي هو الواجب الشهري؟ احنا نقول استبعدنا هذا الامر في هذه المرحله. استبعدنا الامر وقلنا هل يمكننا اليوم فعلا ان نقدم شيئا له من الجوده وفيه من التحصيل اللي يجعل التلميذ فعلا يكتسب اشياء؟ بكل صراحة وبكل صدق، في البداية كنا متخوفين، كنا اعتبرناها فقط عملية تواصلية، عملية بيننا وبين التلاميذ عبر هذه الوسائل. لكن اليوم نتصور بأننا فعلا، خاصة أنه من عندما وجدنا أسر كثيرة تبحث عنا لإدراج أبنائها في هذه الوسائل الرقمية، قلنا فعلا أننا نقدم شيء. فإذا وجدنا في المؤسسة كيفما كانت نفسها أن الآباء والأسر والتلاميذ يستغنون عنها في هذه المرحلة، فاعلم أن الجودة غائبة. لكن إذا كانت المؤسسة يبحث عنها من طرف الأولياء ومن طرف التلاميذ، ويبحث عن مدرسيها ويبحث عن أنشطتها التي تقدم، فاعلم أنها فعلا تقدم شيئا لا يعتبر، ليس من أجل الصورة ولكن من أجل بناء مواطن صالح داخل البيت في أي ظرفية. ولكن نحن إذا لم نكن في المستوى ديال التحدي في هذه المرحلة كرجال ديال التعليم ولنثبت للمجتمع فعلا انه استطعنا ان نتجاوز بهذه المحنه بابنائنا وبتلاميذنا، الا ما تجاوزناهاش جميع فاذا كنت فقط شكليه الزمن سوف يمحوها. يمكنك ان تخدع بعض الناس لبعض الوقت، ولكن لا يمكن ان تخدع كل الناس لكل الوقت. لن نخدع كل الناس لكل الوقت ولن نخدعهم ولن نخدعهم جميعا. شكرا سي عبد المجيد. سي عبد المجيد، العمليه ستستمر كلما كانت الجوده مع المؤسسه. سي عبد المجيد، ستنتصر المؤسسة وسيضطر أبناؤها وسيضطر أسرها وستقع مشاكل جعلت لن تستطيع الأطر التربوية والإدارية أن تواكب العملية بشكل فعال يجعل من التلميذ والأسرة تثق فيما يقدم لها. اسمح لي سي عبد المجيد نقطعك، كلام جميل الصراحة، وباش هذيني خصيت مازيغ تسير سنت مازيغ بأنه السي عبد المجيد هو المدير المؤسسة الأفاق بابني نصار ويستور نهاره كاسم التعليم الخصوصي بالخصوص. يعني واني رمي كايج ضجة قيت مثنى غسويت مثنى قناش أذيني غنقرا عليك بعض الرسائل وغادي تجاوبني من بعدها السي عبد المجيد، غنتواصل معاك بشفافية ووضوح. غنقول لك بأنه السي فيصل من ولاد ميمون كيقول لك الناس في الناس والقرعة في مشط الراس، كل شيء متوقف، لا بيع ولا شراء، اذا لا خلاص للتعليم الخصوصي. كتقول لك نسمع من العرين الشيخ، قالت لك ساعه في اليوم ويريدون ثمن الشهر،
واغلب الناس الهم ديالهم هو الاكل والشرب، راه الناس ما خداماش. الاخ كريم من بنينصار قال لك وباء كورونا مص الجيوب، واسامه من العروي قال لك واش ما كايناش الانسانيه فيكم يا اصحاب المؤسسات التعليميه؟ شهور وسنوات تحصلون على اموال طائله من التلاميذ، واليوم وقت الشده وتطالبونهم باداء شهر ابريل. وعندنا واحد كريم من ازغنغان قال لك كنت اشتغل واولادي اؤدي عليهم المصاريف ديال التعليم، الان انا متوقف، منين غنجيب ليهم الفلوس؟ وإلا كنتم غيورين بالفعل على ابناء المغرب راه خصكم تسرحوا لينا ولادنا الا ما قبلتوهمش في هذه الظرفيه ويمشيوا للتعليم العمومي. وقال لك راه في الشدائد تعرف المعادن. عندي اخر رساله، وهي انه لما كتحملوا انتم المسؤوليه كمؤسسات تعليميه الخصوصيه، خصوصا ان المستخدمين كلهم مسجلين في الصندوق الضمان الاجتماعي سي ان اس اس، اذا علاش ما يستافدوش من الصندوق الاقتصادي لجائحه كورونا؟ تقول فاتحه من الناظور. اذا السي عبد المجيد دابا انت فين غتربط ليا المصير ديال الاجراء اللي كيخدموا عندكم الاساتذه؟ الله يحسن عاون. يعني واش الدوله، علاش ما مشيتوش واش مشيتو للدوله واستشرتو السي العثماني والحكومه اللي مهبليننا ومبرزطيننا في الراس في الاصلاح التعليمي والتعليم عن بعد؟ واش يعني واش دابا ملي الدوله بلعت عليكم الباب تجهدوا للاخر والرئيس ديال المؤسسات بلع عليكم الباب؟ خصوصا كنعرفوا المؤسسات التعليميه التجأتوا للاباء، والاباء راه ربنا ولك الحمد راه في هاد الايامات ما خدامينش. راه سمعتي وتفضل لك الاجابه. شكرا جزيلا. اولا بالنسبه فقط غير تصحيح واحد المعطى اللي قلتي في البدايه، انا لا اتحدث اولا باسم المؤسسات الخصوصيه. المؤسسات الخصوصيه عندها طبيعه الحال الرؤساء ديالها، وكذلك حتى على مستوى الرسمي هناك الناطقين الرسميين باسم اللي كيمثل الجمعيات ديال التعليم الخصوصي. انا لا امثل الا نفسي اولا، ولا امثل الا المؤسسات اللي ساتحدث عنها. تبارك الله عليك، شكرا على الجرأة. انا ممثل شي مؤسسات او لا شي حاجه، انا اتحدث عن مؤسستي افاق، واتحدث باعتباري اولا ثانيا كمدير تربوي، وثانيا بانه واحد من الاجراء اللي هضرت عليهم في البدايه. فيما يتعلق بهذه المسألة ديال المرتبطة بهذه السياقات الإعلامية اللي كنقولوا، نحن لم نراسل أحدا، يعني حتى اللي كيقول بأن المؤسسات راسلت الآباء فيما يتعلق بالآباء لم نراسل. أقول لك رسميا وأتحدى اليوم ربما لك أنت الناس على المباشر، هل راسلت مؤسسة أفراق أحدا؟ لم نراسل أحد. إذا ولله الحمد، ولكن كاين مؤسسات راسلت الناس. على أي، أنا الآن كنقول لك المسؤولية ديالي التاريخية. تبارك الله عليك. لا لم نراسل أحدا. المسألة الثانية، لا نستجدي أحدا. أولا اليوم حتى الذي يتحدث في المجتمع لا ينبغي أن، إذا كان يتحدث بالمنطق الإنساني بالمنطق الاجتماعي بالمنطق ديال التضامن في الفترة هذه، أولا نحن لقينا على عاتقنا كناس التربية والتعليم في المؤسسات أنه لا نناقش هذا الأمر المادي حتى نتجاوزوا هذه المسألة المرتبطة بالأسوأ. ولذلك عممنا العمليات ديال التحصيل الدراسي لكل الأولياء كيف ما كان، حتى اللي كانت ما عندهم مشاكل، لأننا كنعتبروا هذه القضية قضية تفوق كل الاعتبارات شخصية وكل الأشياء، وبالتالي قلنا ينبغي أن يستفيد الجميع. واحد، زوج، الذي يتحدث على انه المؤسسات اصبحت يعني ما دام عندها دخل من طرف الدوله، حنا لا نسعى، لا ما كنسعاوش في هذه الظروف باش نمشيو للدوله. حنا الاجراء ما كيتخلصوش 2000 درهم اللي غتعطي الدوله، حنا الحمد لله نتفق 6000 7000 درهم، ماشي 2000 درهم اللي غتمشي ديكلاري بها
مؤسسه باش تقول بان عوضات ولا كاين السلف كاين 7000 درهم كاين 8000 درهم. هل الناس عارفه هذا الشيء ولا كيحسب لها بان الناس داخل المؤسسه التعليميه تتقاضى اجور زائده؟ نحن نشتغل بالعز وبالكرامه، ولذلك الاشياء التي نريد ان نحصل ان نتحصل عليها ينبغي ان نكون قد ادينا فعلا ثمنها بعمل نستحق من خلاله اننا نتقاضى. الكلام اليوم اللي كيتواجهوا به طبيعة الحال مع المؤسسات هم في الحقيقة اليوم يواجهون شريحة كبيرة من الأجراء داخل القطاع الخاص، شريحة كبيرة للأساتذة وديال العمال اللي كيقول ما يأديوش الناس، ولذلك هذا اليوم بغى يرجع فئة أخرى على الدولة. لكن فيما يتعلق بالأولياء والآباء ولا غير ذلك، المؤسسات أنا كنتصور بأن جميع منهم المؤسسات ديالنا، كنقولوا الذين توقفوا عن العمل لا يمكن المؤسسة أن تطالبهم بالأداء أبدا، لكن الناس الذين يستفيدون من خدمة المؤسسة ومن الأستاذ مباشرة، ألا يعقل أنه يؤدي على وهو لم تتغير وضعيته المادية كموظف كإنسان لكن الناس الذين تغيرت وضعيته المادية من العيب والعار على انه شي مؤسسه اليوم طالب شئاب لتغييرات الوضعيه او توقف عن العمل بالاداء او غير ذلك. هذا النقاش ينبغي ان يتجل، النقاش اليوم الذي ينبغي ان يسود في القضيه ديال التعليم بالفعل هو اننا نحاول نكتفوا الجهود. اليوم كاين سياق اجتماعي سميتو عنوان كل التضامن مع كل الفئات المتضرره، على الاباء ولا المؤسسات ولا كل الناس، كما الدوله اليوم خلقه صندوق ديال التضامن من اجل النهوض بالقطاع الصحي اولا ومواجهه هذه الازمه. اليوم ما يمكنناش نجيو نعطيو واحد الفئه باش تراكم الاشياء، نقولوا هذاك الاب موظف لديه دخل، اليوم زدت فيه من هذا كتزيدوا وكتحرم اجير داخل مؤسسه خاصه من الاجر ديالو اللي انا كنقول بطبيعه الحال مقابل فعلا انه المؤسسه تكون كتأدي الخدمة التعليمية التربوية للتلاميذ ويستافدوا بالشكل اللي ما هوش صوري وما هوش فقط لأنه الدولة دارت ما يسمى بالأقسام الافتراضية أو غير ذلك حتى نقول بأننا نقوم بالواجب فقط. لا، القطاع الخاص عنده خصوصية فعلا ينبغي أن يحقق الجودة مع التلاميذ، غير هذا ما يمكنش الولي الأمر كذلك يأدي، لكن إذا كانت الأداء والجودة فمفروض على ولي الأمر كذلك يأدي. لكن المؤسسات كما قلت في البدايه ما يمكنهاش، لا اتصور ان كاين شي مؤسسه طالبت اب تعرف بانه توقف عن العمل حالته الاجتماعيه لا يمكن. هذا العمل الاجتماعي كان قبل كورونا وينبغي ان يكون اكثر في هذه الحاله، لكن هذا العمل الاجتماعي لا ينبغي ان يقتصر على النظره الى الاباء، بل ينبغي النظره كذلك الى وزراء العمال من غيرهم من سائقين ومرافقات واساتذه وغيرهم، هذه النظره لكن ليست تلك النظره الدنيا بل النظره المرتبطه بأداء واجب وأداء واجب مقابل خدمة قدمت لهذه الأسرة أو لهذه المجتمع. لكن أقول لك بصدق اليوم هذا النقاش قد يكون، لكن أقول لك بصدق بأن الكثير من الأولياء والكثير من الأباء نحن في المؤسسة لم نجد هذا الإشكال، هذا بالعكس سعداء بما نؤديه إليهم، يؤدون واجبهم كما كان معتادا، بل يقولون هل تحتاجون منا مساعدة أكثر؟ نحن نقف إلى جانبكم. كبرت هذه الكلمات التي كان يقولها الكثير من الآباء والأمهات، حتى ما يقال على الأسر ولا على جمعيات الآباء وعلى الآباء، لا أعتقد أنه مغلوط وفيه نوع من التلخين. ليس كل الآباء، قد يكون واحد أو اثنان أو أقل من ذلك، لكن أقول لك في موقع من موقعي كمدير مؤسسة اليوم وأتابع الشأن في الإدارة مباشرة لمدة 3 أسابيع، لا هذا الأمر غير موجود. كل الاباء منخرطون في العمليه بالنسبه الينا، كل الامهات يبحثون عن الخدمه التربويه ويؤدون واجبهم بل اكثر من ذلك. النقل المدرسي الذي توقف عن العمل، منهم من يقول هل يمكن ان نساعد هؤلاء الذين توقفوا عنه؟ هل يمكن ان نساعد؟ فانا ارجوك في هذا المنبر الاعلامي ان تصحح نظره الاسر والمجتمعات والاولياء والامهات، لانهم منخرطون بشكل كبير وايجابي جدا ويدفعون لانهم احساسهم بانتماء للمؤسسه الخصوصيه لا يريدونها بطبيعه الحال ان تقع، لان الاستاذ الذي يدرس ابنائهم يضعونه في شان كبير وفي عزه ويريدون مواصله المشوار معهم. لذلك انا اقول لك هذه نيابه عن الاباء وعن الامهات في الموقع الذي اسيره تحيه وتقدير لهم على هذه الفتره تضامن التي يقف، ولكن نحن كذلك بدورنا كمؤسستنا تقول بانها استغنت عن ارباحها الخاصه بها لكن فقط
تحاول أن تغطي ما يرتبط بالشؤون التربوية وبالموارد التربوية، وحتى يستطيع الأساتذة أن يستمروا في عملهم بنفس طويل إن شاء الله. شكرا سي عبد المجيد. كيفما كانت الأحوال، مع ذلك حتى داخل الجسم التربوي بالنسبة لنا كل أساتذة مستعدين على التنازل على أي شيء يمكن أن يجعل من العملية التعليمية والعملية التربوية لا تتوقف. هذا هو كلام بالنسبة لي. شكرا جزيلا سي عبد المجيد. حتى أنا بدوري يعني كنحيي مؤسسة آفاق، وللإشارة إخواني أخواتي اللي كيتابعونا، أنا درت مجموعة من الاتصالات على أساس نتواصل مع مجموعة من الإخوان، موفقنيش ربي، ولكن أتمنى أنه كاين الخيف أمة لا إله إلا الله اللي عندهم مؤسسة، راه كاين الناس اللي هما وناس اللي هما تربويين. شكرا يعني رسائل ممتازة، الاستفادة للجميع، وكذلك يعني الشق المادي يحاول جميع المؤسسات التعليمية الخصوصية يتجاوزوا في هذه الظرفية، لأنه الأساس هو إدخال المادة التعليمية داخل منازل الأطفال والتلاميذ ديالنا. هذا هو الأوبجيكتيف اللي هو أساسي. غنختم معك السي عبد المجيد، في انتظار أنه نربطوا الاتصال إن شاء الله بالسي خالد الواتي اللي هو مستشار تعليمي، كذلك المستشار تربوي، باش ان شاء الله يقول لنا الاطفال ديالنا والامهات والاباء اللي معانا، يقول لهم واحد الطريقه او واحد الوجبه كيفاش غدار، او خريطه يوميه كيفاش غيكون التلميذ يستوعب، ما مش غيستوعب ما يستوعب عرفتي ايتما، باش تعمم الفكره باش تعمم. كذلك سي عبد المجيد كلمه اخيره ديالك، كلمه اخيره مره اخرى يعني كنقول لك يعني ان شاء الله يكون الاعلام ديالنا انطلاقا من الريفينو يكون الاعلام الهادف اللي كيصحح الصوره واللي كيعطي كل الاشياء لموضوعيه شفافه، وكيف ان شاء الله هذه المرحله هذا العالم اللي غيتغير مع ان شاء الله الاعلام انطلاقا منكم ان شاء الله، اللي غيعطي الصوره الحقيقيه بلا مجامله بلا مبالغه بلا حتى شي حاجه، اللي ان شاء الله المجتمع يولي كيثق في الاعلام ديالنا ومنكم غادي ينطلق. شكرا سي مراد وشكرا. شكرا سي عبد المجيد، بارك الله فيك. شكرا جزيلا سي عبد المجيد، مدير مؤسسة آفاق بني نصار. يعني المؤسسة كتهضر على راسها، والحمد لله انه كاين انخراط الاباء، كاين تضامن الاباء، وعي بالمسؤولية. الاساس هو انه كاين تحصيل علمي بخصوص، وكاين الفائدة بخصوص التلاميذ ديالنا اللي كنقول لهم من هذا المنبر، خذوا الوقت ديالكم من داخل منازلكم، ومن هذا المنبر قاصني ما سويتما، وتجيبوا الاساس انه ثاوى وين نوم اثن تحبس مغاث غاث غاث الميساج غاث غاث، لا الى ما كيسن شويه، لانه ذواني تاذر وقت باش هو تصاب نبوس التوحد، قد غيرهم التوحد ارحم الانسان ذي منعزل، لا الانسان حتى ذي الاسره النص يخص يماس يخص باباس يخص كثيران يخص كذيري نجل لحمه العائله، خصوصا كورونا تكشي الدرس يمغى حتى العائله، يحنجان اثنت خارط دي الحياه منش تسقسي ذمي تسقسي ذي الجيش اكي سنتيرا اثنت سم الكوزينا اكي سيف الكوزينا هذه خزا منيا، كل شيء يبعد التوحد عن الطفل. بالاضافه كيسقد كونترول اك الاستاذ نس عن بعد، الخدمه غتقيم المؤسسه التعليميه الخصوصية نيغ العمومية ما تقل واجب الناس، ياك باريتوغا الأستاذ يسجس وفرص طابليت النص نيغ وفرص تليفون الناس وفرص غيجمو مينتو أتفتفق ماك الأستاذ نكنيو كأسرة التلميذ السيني مقا غتساعد تموي فراني عافاك الأستاذ زيد ساعد تموي فراني غتساعد تموي فراني أخاص تفقم اخاص تفقم وتجيبو الحما 25 الوقت تيري وادي نيبو الاباء تيري، لا تفقم ما كيسكنيو كاباء واولياء التلاميذ اك الاستاذ، يعني ما الله يرحم الوالدين قاغاك زي 10 غير 12 نمشي نتبعك ثاوا وين ذنيتا تيريش المحاسبه ومارد تغا وتقنبو الرساله نسن كما ينبغي لانه يتقاضون الاجر، ياك رخدني ذي نيجن حاج قناص المندوبيه التعليميه ذي نيج القناص اقسام المندوبيه التابعين الاكاديميه، روحي نقم الشكايه ذيني ديريكتومو ومن المنبر قاصني المدراء المؤسسه العموميه وكذلك المؤسسه الخصوصيه، لازم انه تبدم لانه نهاره يكني ونحذاج ونهاره باش نتجاوز كورونا مره. سي خالد مرتوغا ثاكي
سي خالد الواتي المستشار التربوي مرات تغاثا كيدي حبذا انه كيدي يتصل اكين غادي يتصل ان شاء الله باش تفنسيو التبرات دائما وابدا دي المواضيع كني ويتهمل ويريث على يقين في وش ان شاء الله غاري كيدي كيدي يري اجنا اللقاء كيوم اكيجن الدكتور عالم سمعوا مزيان غيكون معايا سي عبد العزيز عندنا هضرنا على التعليم الخصوصي والتعليم بصفه عامه والتعليم عن بعد واش كاين شي تحصيل ولا غير بيع الوهم وكذلك ناقشنا على الشق المادي بالنسبه للاسر غدا ان شاء الله غيكون معنا موضوع اخر غنقول لكم في اخر الحلقه لانه موضوع هام وهام جدا جدا في هذه الظرفيه ديال كورونا لكل البيوت لكل البيوت السلام عليكم السلام عليكم السي خالد نعم تحيه السي خالد عافاك رفع لينا شويه الصوت ديالك السي خالد السي خالد الواتي السلام عليكم السي مراد كنستمعوا لك السي خالد اولا مرحبا بك خويا في الموقع الالكتروني ديالك عرفينو دائما وابدا كلمه اولى للاخوان وكتعريف كنبذه تعريفيه لجميع الاخوان اللي كيتبعونا بسم الله الرحمن الرحيم اولا نشكر شكلاش سي مراد خليف كيفاش الحقيقه توصلت لك الميساج اللي اش كان نعلم تخلص وكيتسال من جديد يما كلشي ولكن لا باس باش تخرج بناء في جد ما قلت وكيخص زي موقع عارف ينوت ان شاء الله الموقع المغربي الوطني ان شاء الله الموقع الوطني يلقى يلقى الانتشار واسع لتصحيح ما يراز في مسألة الأداء الواجب المدرسي قبل غير المداخلين أختار بشكل أن تيمواني ما تسمح لي السي مراد تفضل بالنسبة توقع لي كومنتير توقع لي كومنتير بالنسبة للأداء قانش ما قطع وأنا وقانش قام في ساعة لنا شوف غير الشهادة بحكم أنه يجي في قاضي التعليم الخصوصي في جرخة الاثنين المدارس أديستونس في قاع عن بعد وما في مراد إلى 10 الصباح 26 تتخدم في قاع بشكل عادي غادي جدول الحصص لشخص المؤسسة الناس في المواد الأساسية ما راح حتى المواد الثانوية بمعنى أنه ذمي يجن باستمرارية بيداغوجية أقتديني موجودة من يغارق في الداخل يعني ذني الخدمة ذني الخدمة ذني الخدمة والزيادة ذني الخدمة شي نفس الزيادة الأساسية ربما ذي الفترة تقنيز المجهود أكثر ذي الظروف الحضورية ممتاز من أي نخص ممتاز جدا تنتج شهادة وشهادة حية إثر أبا أس من أي أنه الأساسية ذي الظروف عن بعد تقنيز المجهود مضاعف باش تصير انت بنفس الظروف الحضورية وكيجن الشكل مختلف يجن الشكل مختلف ويتحتاج يجن الطاقة يتحتاج يجن لاميتري حتى لوتي لانفورماتيك وندير فيه مجهود اضافي خصو ديال المنبر تشكل جميع الاساتذه نتاع الخصوصي يخدم عن بعد ديك التلاميذ لتوفير الاستمرارية البيداغوجية كما نصت عليها وزارة التربية الوطنية. سي خالد تفضل سي مر سي خالد غاري جوز قسيم ربما مباشر جدا يعني شك كمستشار كيك السيور غذانيتا وكمدير مؤسسة سابق يعني الخون هارا كمستشار تربوي التلاميذ النغ نسن بأنه قاين دي ثوذري نسن تلاميذ النغ ذي النشاء غاس نشاء الأباء حارسون كل الحرص باش تستمر المؤسسة البيداغوجية كما ينبغي والتلاميذ ثاواوي نسن أذكسين الدروس وذي النشاء الأباء لا علاقة وقعوا دارين بورخبا ما يقع عن بعد ما يقع عن قرب ما يقع لهلا يغرى تما ذانيتا خصها تكشل إجن خريطة كرونولوجيا أتيري يومية خصها تتبع كل أب وكل تلميذ خوشي نغط في مرض الأغلبية من الأطفال يعرفون كيفية التعامل مع الهاتف النقل لكن الأغلبية المؤسسات تعمل تطبيق الواتساب يعني شنو الاجتهاد ديال بعض المؤسسات كاين شنو لي زابليكاسيون بلي سوفيستيكي من وزاره الوطنيه تبغى تلقى من فات اللي زي شنو فيديو شنو فيديو التعليميه تلميتيس لان القنوات التلفزيونيه راه ما يمكن تلقى الدروس
بالتلفازه، ولكن اظن اعتقد انه التلفاز المنصه كمان موجهه بالخصوص التلاميذ في السلك العمومي. التلاميذ من المؤسسات الخصوصيه وخصوصا باجماع جميع المؤسسات كانت تطبيقات الواتساب، راه في مجموعات الواتساب، راه في مجموعات الفيسبوك، خدمت لك التلاميذ في اطار اقسام افتراضيه، يعني ذين خدمت الخصوصي كتر ذين العمومي من وجهه نظري هو السينق. بالنسبه للكرونولوجي، الاغلبيه المؤسسات بدات فيغ 10 دي ماتا، 10 الصباح 10 ونص يبدا الحصص، 10 ونص باعتبار انه التليفون يتيلغى الاب يتيلغى الام ويتيلغو على بوغتي ميساج، وكذلك خصنا ننبه المساله الخطوره من استعمال اجهزه التليفون. ضروري خصنا ننبه الاباء انه الاستعمال المفرط من التليفون وحتى من لي بي سي يخص تحضر المنايا اطفال غاشد ولا الحصص، معدل الزمن المخصص للتعليم عن بعد جا 5 6 ساعات منها كثر دي منايا. انا في شي مشاكل نغنيت انا في زي الادمان ممكن كلها في كورونا، ومن بعد غادي يدور مبلي التليفون على الاجهزه الالكترونيه اللي بصفه عامه، لي طابليت لي تليفون لي بي سي بورتابل لي بي سي بيرو. بدا 10 الصباح بين الحصه الاولى تبدا في 10 احيانا 10 ونص، ومن بعد تيري جن لابوز بين على حسب المؤسسه، كل باختيارات المؤسسه، بين المؤسسه تقلت 2 حصص الصباح 25، بين المؤسسه تقلت الحصه الصباح 2 حصص 20، جات يجن هامش بكرا، جات ساعات ساعات ونص جا الحصه لحصه، اوكي قرش الخطوره من الاجهزه خفيف الطول، من التوخي حنجان بين مزيان، التوخي حنجان بين مزيان. مين تعنى الرساله نمشي للاباء؟ يتقلى بوز من الغداء، تشرج السيناريو نجم المؤسسه، نجم بوز من الماكله، سو عشي تقلى عاوتاني الحصص الساعة ونص، ومن بعد اون بوز من ساعات في ساعات، ومن بعد عاود لا روبريز من الدروس، كمل غا 5 ونص غا 6 تيلي كمل الدروس ثم اخلي كاع تخزين الدروس، يعني 5 ونص غا 6 اخلي كاع تخزين الدروس، اخلي لي حفاظي الدروس الحضوريه. ممتاز. الطريقه نتعاملك الابناء مرا زعما خفي دكتا، يعني ما مش كيس نتعامل الاباء نسنا نتصل الاباء تما مين دغيني غنش تواري غمانايا اتفذو ودي باش سي مراد تريدي باش تجاوز الشيء اللي خصو فينا، وما نيا خصو تيجي المستشار الاسري باش يسير كيف التعامل كيف نجاوب داخل المنزل، ربما حتى من ناحيه التغذيه، من حيث التعامل الاسري. اتصف العادات تغيرت في عهد كورونا، في زمن كورونا العادات الكبار يتيلي خاص يجي الواقع الصغار، خاص نجاوب مزيان ماشي الاغلبيه العائلات 70% تكون عارف كنت تنزل 12 واحد في الجيرات اللي هي تسهال، الاباء ما تسهال الحنجان اوتوماتيك ما تسهال كيسن، وبالتالي كيشرج نصيحه كاب بالنسبه للاباء بالنسبه للاباء وتقلبوا لا بروجيكسيون العادات يمكن خطاون، يعني هو خاص تقلبوا الانزال العادات نظام خاص مشينا واحد بطريقه وكانه وقت القادم المدرسه مش تبغي تقاري المدرسه من غير يكفي، تبغي مثلا غا 10 يمكن يتفغى 10 يتفكا زيش، نهار يتفغى 11 اسبيج ترونسيو اسبيج الازاحه يتيجي المتنفس من تبغي حجر، هذيك هذي حفظ ساعتين في الميزوس، في ساعتين من يتفكا الصباح، النظام الغذائي اللي خاص يحافظ، باش وتيريبو سي خالد التوازن بين النظام الصحي والطفل. سي خالد تقاد اش هاد الشيء سي مراد متعلقه في الاداء الواجب الشهري. تفضل لا تسمح لي راه بغيت نبقى بارونتيز. تفضل سي مراد تقولي غير شنو قال عاود غير خلاصه من تغني. واه تفضل. التحليل ربما يرضي الجميع، نهار كنغلقي شنو حاله التضامن تضامنا يختلف، يعني جا المؤسسة بالآباء وحتى جا الآباء بالمؤسسة،
ما مش بين الفروقات الاجتماعية داخل الأسر، داخل الآباء، بين الآباء نواب خاصين، مدراء شركات، رجال أعمال. الحالة المادية لم تتأثر كورونا، تقيم الحالة المادية كما كانت. بين الآباء فعلا تضررت حالتهم المادية سواء جزئيا سواء كليا. نفس الشيء ينطبق على المؤسسات، المؤسسات بين المؤسسات تلقراني ما شاء الله بين هولدي غاف مجموعة مدارس، مؤسسات غاف ان فون دو غولمون إذ ما السيات المؤسسات لمدة شهرين في الشراي ربما طول حتى العام دون الرجوع لأداءات الآباء. إني مؤسسات على قد الحال لي بوتيت لي مويان زونتربريز تم مزيانين، إلا تعتمدت في التسيير العام تعتمدت في الأداءات الآباء. دونك مالا الأب هو يخبص قال تو تجي يخبص المورد الأساسي غادي في المؤسسات الخصوصية هي الأداءات الآباء. لا مفهوم قد صريغه شو انت استوعبك استوعبني القاب فاسي تري بيان جو كونتينو نكمل وي باش ديني المؤسسات المؤسسات تعتمد بتسيير العام في الاداءات الاداء، وبالتالي مادام ديني نشقى خالد وثيقه، مادام ديني استمراريه بيداغوجيه منصوصه تبع المؤسسات الخصوصيه قد حكم خاصيه وزاره التربيه الوطنيه، يعني كان سوا الشق التربوي. الاب خليك راح عشان المؤسسه الخصوصيه اللي صغار ميس غاف اثنين خيارات، غاف خيار تربوي غاف خيار مادي، مش هذه الصغار ميس نهار مادام الخيار التربوي قريبين مازال قائما قريبين مازال قائما ربما تختلف الاشكال، الاب غاتو الحق نهار اذا غيبت العدول عن الاختيار المادي كل الاختيارات ويقف نتا ويسينيجن كونتراتو نتا يجي التعاقد نتا المؤسسه الخصوصيه يخضر يروح تورامي في خضر مؤسسة أمني هم شعبي الصغارة هم من غاسم دي الجودة هم من الصغارة هم من الصغارة هم شعبي الصغارة نهار ما دام قديم يعلم هم من الصغارة وزن ما بو ريتا ويتخدش. ومن بعد شو تصغر النقطة النغلية الإعفاءات الخدمات لأن بعض الخدمات كي سو أوبسيونيل خدمة النقل شنو ترونسبور التكسم سو دي سيرفيس أوبسيونيل يعني خدمات ثانوية شنو النقل المدرسي شنو الإطعام المدرسي. فينا خدمات مؤسسات الخصوصية ربما يخصها كانت إعفاء الآباء لخدماتها بوركي أقيمت متوقفة. صح. إذا الخدمات متوقفة وبالتالي الخدمات تبتدي متوقف. التمدرس في حين التمدرس ما زال متواصلا. أخا سيري الواجب. يجب أن يؤدوا واجب التمدرس. ممتاز. ذين الاباء ذين بعض الاباء قال انه لا المؤسسه الخصوصيه خصها تتجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ما في نسيس الا ديكلاري الاساتذه وعارف نقول حق في غير في صندوق كورونا. يعني قان. في قوة تستفيد انت في صندوق الدعم الموجه لكورونا وضروري تستفيد انت لان الخدمه التعليميه لا زالت متواصله. المؤسسات لم تتوقف عن اداء المهام. هذه واضحة جدا. أدنفغ الآباء المتضررون. مش قاعدين له النقاش وتيلي شادي الصفحات الاجتماعية وتيلي شادي الشارع وتيلي شادي الفيسبوك. الآباء خصها توجه غير المؤسسات. كيف تناقشت الوضعية المادية أنتم. إن كانت الوضعية المادية الآباء تضررت فعلا المؤسسات مؤسسة الشغالي اليقين أنه الآباء قد تعفى. التعفى إما جزئي أكيد في التسهيلات إن لم يكن هناك إعفاء هذه من التسهيلات للاداء. المؤسسات الخصوصيه هي مؤسسات مواطنه، خصنا نخصم مسؤوليات المؤسسات الخصوصيه مؤسسات مواطنه. الاعلام يصير خاصة وحتى رابطه التعليم الخاص المركزيه صدر البلاغات حتى المؤسسات الخصوصيه ساهمت في صندوق القطاع المخصص قاضي من 200 مليون سنتيم تساهم في المؤسسات الخصوصيه. الصندوق نتاع كورونا ولكن دين المؤسسات على قد الحال الرسالة نش سي خالد سي خالد الرسالة نش في وض الرسالة نش في وض ما انا اني تما ما شاء الله يعني الرسالة نش في وض تحيخش كسوات طاسة تقاذاش اني ود على حلقة ونكار البرنامج شكرا نطاس خلي اهتمامي في شي القطاعات نزل شينا نوضح بعض المسائل ما لنا وما علينا. هذا عقب النقطة المهمة
اخترت المساله كوشي خوك انا في المغرب يجن قوه قاهره خصني يدير يجن التضامن يدير يجن التسامح وتجيبوا اي هف واخا تنقذ خلاني هنا تعالى بين الاباء فعلا تعالى اقدر احضر المؤسسات ان شاء الله خير وغير يمكن هذه رخاء ان شاء الله في المغرب. شكرا جزيلا سي خالد. شكرا سي خالد الوتي جات غاد المدير قبل يعني المؤسسة خصوصية تمقرنت ذي تندين تن النظار وكذلك رخو المستشار التربوي وتبارك الله خاص أستاذ النغص سي خالد وكذلك سي عبد المجيد رئيس مدير مؤسسة آفاق ذي بنين صار كذلك معلومة قيمة سي خالد تغاث واضح صيرورة التعليم الخصوصي مازال قائم الأساتذة مازالت تقن الواجب نسن إذا غير مسموح للمؤسسات التربوية المؤسسات الخصوصية أهندي كلاران بأنه موقوفين على أساس الاستفادة زي صندوق جائحة كورونا زي السي إن إس إس إذا إذا نقاخ دمن ولكن ذني إخسر تفهم من المؤسسات الخصوصية أذكسن ليفري ني الرسوم يتغطيشن الأباء خريستوراسيون أذكسن أذكسن كذلك الواجب التغطيشن خليفري دو ترونسبور أذكسن يعني أتفديع الربا خاشويت تمن ولكن ثاوة وينصن قاقان ومدام قاقان لابد يخصد خدصن الأساتي دانو تقنيش المجهودي مغار عن أخا عن بعد وتخيل ما كيدي نش قاقي مغاكيهم ذانيتا تقنيش مغات ساعة ذي برنامج ولكن قد تحر فكريا تحر يعني جسديا يتيري الإرهاق ولكن تخدم ذي عقر ولكن تخيل ما كيدير الأستاذ نيغ الأستاذ يا مسكينة يا بحن 3000 درهم نيغ ثاب بحا بعرف درهم نيغ 3500 درهم ذي مؤسسة خاصة وتخدص زي المؤسسة شك نيغ تشم يجي تستفد مش صغوري قاضي صوت خديس خشيا واني تديج الإشكال النغري هذا كسن قسن أي نعم ولكن باش تيني الإعفاء سامحاي ولا نشين وكيك نتيري شا باش نيري واقعيين وشفافين تحية كبيرة لكم إخواني أخواتي في انتظار مجموعة من 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 المواضيع وحي من هذا المنبر جميع الأطر التربوية بدون استثناء في المجال العمومي في المدرسة العمومية وكذلك في المدرسة الخصوصية أطر إدارية وجميع من يقدم وجبات تعليمية لأطفالنا الأعزاء في مختلف الأقسام التربوية تحية لكم شكرا جزيلا في انتظار موعد الغد هو أنه سيكون معنا دكتور خبير في التغذية ولكن التغذية يجن بيو شنحش طبيعية باش نستور من يعنى رحويج نيغ الوصفات إزي غنبعد خيش نحاج تقانة مرض كورونا وجميع الأمراض أن تسيور خل فيروس هذا أكين غير إن شاء الله واني تمعروف دوليا انترناسيونال وتجيبو ذي تسمى نقارس الشين دي المغرب وها قيم ذاكينا أرثي وشات بعمكينا وتتوخش الفنانة ومثل خالين دلين دو يكشايدش المعلومات الصباح هذا الفنانين يخسد سنار رسل همث إن شاء الله انتاز دي جني الجن أتقلوا ما تشنا يومي إثماء قيمة في ذذرين وام معكم مراد هربالي يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.